ماشي، صفحة 254 من كتاب برافو. قدامك حاجة اسمها ايه؟ التعبير عما نجيد فعله. اديلك لمحة سريعة عن الدرس علشان لو كنت مش حاضر الحصة اللي فاتت. الدرس بيتكلم عن حياة الريف، بيتكلم عن الحيوانات اللي بتشوفها في الريف، المذكر من الحيوان والمؤنث من الحيوان والصغير بتاع الحيوان. كمان بنتعلم مكان المعيشة بتاع كل حيوان. كمان بتتعلم الأنشطة اللي انت بتعملها في المدينة وفي الريف. يعني في أنشطة في الريف ينفع ان انت تعملها في الريف مش في المدينة. زي ايه؟ زي مثلا انك تتنزه في الحقول، انك تركب خيل، انك تنزل تستحمى او تعوم في النهر. دي حاجات ممكن تعملها في الريف. في حاجات بقى ممكن تعملها في المدينة، زي انك تذهب لمشاهدة، تذهب الى السينما، او انك تذهب الى النادي، او مثلا انك تذهب الى مطعم وخلافه. هنا بقى في الصفحة دي، طبعا لسه في مجموعة كلمات كبيرة، في الصفحة دي بنتعلم ايه؟ بنتعلم ازاي تقول انا اعرف اعمل كذا كذا. ازاي تقول انا اعرف اعمل النشاط الفلاني. ما احنا بقى في الحتة دي هنتعلم ايه؟ ازاي ازاي تقول انا اعرف انشطة معينة سواء في الريف او في المدينة. نشوف. عشان تعرف تقول انا اعرف اعمل كذا، انت كده بتستخدم الفعل savoir. ايه savoir ده؟ savoir يعني يعرف، يعرف. اول حاجة تعرفها انك تعرف تصرف الفعل يعرف. فهتقول je sais، انا اعرف. tu sais، انت تعرف. il ou elle sait، هو او هي تعرف. nous savons، نحن نعرف. vous savez، أنتم تعرفون. إل وإل صف، هم وهن يعرفون. طيب خلي بالك، الفعل savoir مش بنستخدمه لوحده، لا إحنا بنستخدمه ووراه على طول المصدر. بمعنى إيه؟ يعرف مثلا الصيد، يعرف تسلق الجبال، يعرف مثلا اللعب. المصدر، المصدر. فشوف المثال: je sais monter à cheval. يعني ايه monter à cheval؟ يعني ركوب الخيل. يبقى انا اعرف ركوب الخيل. cheval يعني الحصان. طيب لو كنت بتتكلم عن لعبة رياضية مسبوقة بأداة تعريف مدغمة، يبقى لازم تستخدم savoir زائد jouer. تمام. افكرك بالحتة دي، احنا خدناها زمان في الدرس الاول لما كنا بنقول ان جوي يأتي بعدها اداة التعريف المضغمة. فاكر الجزئية دي؟ اهي جات لك تاني دلوقتي. يبقى savoir jouer يعرف ان يلعب، يعرف ان يلعب. بس بعد كلمة يلعب تأتي مين؟ ادوات التعريف المضغمة اللي هما A U A لا A إلا بوستروف A U X. تمام. زائد اسم اللعبة. فمثلا بنقول il sait jouer au tennis، يعني هو يعرف أن يلعب إيه؟ التنس. هنا بعد كلمة jouer جاءت أداة التعريف المضغمة اللي هي كلمة U، اللي هي اساسا او دي تتفك تبقى ايه؟ تبقى ا زائد ل، لان كلمه تنس مذكر اخذناه كلمه، اخذنا اداه التعريف المدغمه او. مثال كمان: il ne sait pas jouer au tennis، يعني هو لا يعرف لعب التنس. هنا ممكن يلخبطك، ممكن يجيب لك جملة زي كده منفية وانت تفتكر على طول ان بعد النفي نجيب دي د او دي ابوستخوف. لا، غلط. ليه؟ لان النفي جه بعده على طول فعل تاني،
وبعد الفعل التاني جه أداة التعريف المدغمة. تمام يا شباب؟ يبقى النفي هنا مش هيأثر على أداة التعريف ولا حتى أداة التجزئة اللي زي ما هناخد في الجملة اللي تحتها. يبقى نقول تاني: il ne sait pas jouer au tennis، يعني هو لا يعرف أن يلعب التنس. لو أنا بتكلم عن آلات موسيقية مع الفعل jouer، يبقى أجيب أدوات التجزئة، ودي برضو ملحوظة خدناها في الدرس الأول. لما أكون بتكلم عن آلات موسيقية بستخدم الفعل جوي زائد أدوات التجزئة. إحنا هنا عملنا إيه جديد؟ زودنا كلمة سافوار في الأول، ماشي؟ فبقول il sait jouer du piano، يعني هو يعرف أن يلعب البيانو، أو il ne sait pas jouer du piano. هو مع فعل سي بس، هو لازم ما نحطش أداة، نحط دي، ما نحطش دي ودي أسرج، يعني دي دي ودي أسرج في النفس مع فعل سي بس. لا، مش حكاية سي، حكاية إن بعد، بص، مين المنفي؟ المنفي هو سي لأنه محطوط بين ني وبا، خلاص؟ تمام. بعد ني وبا في مين؟ المفروض لو جت أداة تجزئة هحول أداة التجزئة إلى دي أو ده بصرف، بس مفيش أداة تجزئة، ده بعد ن وبا جاء الفعل جوي، وبعد جوي جاءت مين؟ جاءت أداة التجزئة. إذن أداة التجزئة هنا بعيدة عن النفي تماما، ما تأثرش عليه في حاجة. طيب، يبقى المثال تاني: il ne sait pas جوي دو بيانو، هو لا يعرف أن يلعب البيانو. لاحظ، وهو بيقول لك أهو، لاحظ عدم تحويل أداة المعرفة عند النفي، وكمان لاحظ عدم تحويل أداة التجزئة عند النفي. طيب، ناخد في آخر الجملة في آخر الورقة يعني؟ لا، في آخر الجملة بعد الملاحظة، لاحظ أن النفي تحاول أداة التجزئة دي ما عدا رياضة التظاهر، ما عدا رياضة التظاهر ممكن تحاول. طيب، ما هي دي في الآخر خالص يا كرولوس، خلينا واحدة واحدة. واحدة واحدة، ماشي. الملحوظة الجديدة بقى، إحنا خلاص خدنا سافوار وبعدها جوي، هناخد دلوقتي سافوار وبعدها فير. فير يعني إيه؟ فير يعني يعمل أو يمارس. واحنا برضو خدنا في الدرس الاول في المنهج ان بعد فير تأتي ادوات التجزئة، ماشي يا سيدي؟ احنا بس عملنا ايه جديد؟ زودنا كلمة سافوار، وبعد فير تأتي ادوات التجزئة اللي هي دو ودو لا ودو لا بوستروف ودي او اس. فمثلا اقول je sais faire du chant، يعني ايه الشان؟ شان يعني غناء، يعني أنا أعرف أمارس الغناء، الغناء مذكر فأخذ أداة التجزئة دو. إشمعنى دو؟ لأن أنا عندي الفعل فار. مثال كمان: Je ne sais pas faire du chant. يعني إيه؟ Je ne sais pas faire du chant، يعني أنا لا أعرف أن أمارس أو لا أعرف ممارسة الغناء. هنا برضو أداة التجزئة زي ما هي دو، زي ما هي دو. ليه؟ لأنها بعيدة عن النفي، النفي نو وبا بعيد خالص، في فاصل، الفاصل هو الفعل فاح. طب مثال تاني: Je sais faire du tennis، يعني أنا أعرف ممارسة التنس. طب Je ne sais pas faire du tennis، أنا لا أعرف ممارسة التنس. أنا بقول لك أهو، لاحظ أداة التجزئة لا تتغير. ليه؟ لأنها بعيدة عن النفي، يوجد فاصل، الفعل فير فاصل أو الفعل جوي فاصل بينها وبين النفي. بيقول لك عند نفي الفعل سافوار، أهو اللي أنا بقولها لك أهي، لا تحول أداة التجزئة إلى دي أو دي أبوستروف ما عدا، أهي كرولوس اللي بتسأل عليه، ما عدا رياضة التزحلق اللي هي السكي. رياضة التزحلق
تحول معها أدوات التجزئة إلى دي إيه. مثلا تقول جو سي فير دو سكي، يعني أنا أعرف ممارسة السكي، عادي واخدة دو أداة تجزئة دو. لما تيجي تنفيها حول دو إلى دي إيه، فتقول جو نو سي با فير دو سكي، ودي الحالة الشاذة الوحيدة. تمام يا شباب؟ ماركو وماريو؟ طيب عندنا 7 جمل نحلهم بسرعة دلوقتي، يلا دقيقة كده خليكم معايا. أنا هقول الإجابات ولو عندك، خليكم معايا أنا هقول الإجابات، لو عندك حاجة غلط يبقى قولها لي في الآخر. رقم 1 هتختار، التانية، 2 هتختار، الرابعة، 3 هتختار، التانية، 4 هتختار، التالتة، 5 هنختار، الرابعة، 6 هتختار، التالتة، 7 هتختار الأولى. حد عنده حاجة غلط يا شباب؟ ماشي واركو. طيب دلوقتي التمرين اللي بعده هو عن تصريف الفعل savoir. طبعا تصريف الفعل savoir قدامك، فمش محتاج ان انت ايه تنقله يعني، او مش محتاج ان انت توريهولي، انت تعرف تنقله كويس. طيب الجزئية اللي بعدها يا مريم، انت بعتها ولا لا؟ في الموقف الاول هنتحدث عن أماكن في الريف وفي المزرعة. فهنا السؤال بيقول إيه؟ كيل سون لي ليو دو لا كامباني، يعني إيه؟ ما هي أماكن الريف؟ فبترد عليها وبتقول لها لو بري، يعني المرعى، لو بوتاجي اللي هو مزرعة الخضروات، لافيني اللي هي كرم أو كروم العنب، وبعدين لي شون يعني الحقول. كل دي كلمات لازم تتحفظ كويس. سؤال تاني، كيل سون لي زانيمو دو لا فيرم، يعني ما هي ايه حيوانات المزرعة؟ الإجابة لو شيفال الحصان، la vache البقرة، le mouton الخروف، la poule الدجاجة. طب هنا للسؤال عن أو الحديث عن الأنشطة في أجازة نهاية الأسبوع، إيه النشاط اللي ممكن نعمله؟ فبقول qu'est-ce que tu fais le week-end، يعني إيه، ماذا تفعل في أجازة نهاية الأسبوع؟ qu'est-ce que tu fais؟ الرد je vais à la campagne، أنا أذهب إلى الريف، chez mes grands-parents عند أجدادي. اللي بعده لكي تتحدث عن مهاراتك في الريف، يعني إيه؟ يعني عشان تتكلم عن الحاجة اللي أنت بتعرف تعملها في الريف تقول إيه؟ qu'est-ce que tu sais faire à la campagne؟ ماذا أنت تعرف؟ فير تمارس، يبقى ماذا تعرف أن تمارس فين في الريف، يعني بتعرف تعمل ايه؟ الرد je sais faire du vélo، أنا بعرف أركب الدراجة. طيب tu sais monter à cheval، بتعرف تركب خيل؟ no je ne sais pas mais je vais essayer، يعني لا أنا لا أعرف لكن سوف أحاول، إيه يعني أحاول. نشوف المواقف اللي بعد كده. vous demandez à votre ami son lieu préféré à la campagne، يعني أنت بتطلب من صديقك مكانه المفضل في الريف، هو هيقول لك ايه؟ هيقول او سوري ده انت تقول، فانت هتقول ايه؟ كل ليو بريفير تو على كامبانيا، يعني اي مكان انت تفضل في الريف.
ton lieu préféré à la campagne, c'est quoi? يعني مكانك المفضل في الريف هو ايه؟ وكمان بقول quel est ton lieu préféré à la campagne؟ يعني ما هو مكانك المفضل في الريف؟ السؤال الثاني vous demandez à votre copain ce qu'il fait le week-end. يعني انت بتطلب من رفيقك ما الذي يفعله فين في الويك اند. ال دي هو بقى هيقول لك ايه؟ هيقول je vais à la campagne، انا بذهب الى الريف، او je le passe chez mes grands-parents، يعني انا اقضيها، اللي هي ايه؟ اللي هي اجازة نهاية الاسبوع، je le passe، انا اقضيها عند اجدادي، او je reste à la maison، انا ابقى في المنزل. السؤال اللي بعده vous demandez à votre copain français ce qu'il fait à la campagne، يعني انت بتطلب من رفيقك الفرنسي ما الذي يفعله فين في الكامباني، يعني في الريف. ال دي هو هيقول je fais du vélo، انا بمارس ركوب الدراجات، او je monte à cheval، يعني انا بركب خيل، او je me baigne dans la rivière، يعني انا بستحم في النهر. طيب vous demandez à votre père، انت بتطلب من والدك le pré، c'est quoi le pré ده؟ ما هو؟ هو هيقول لك ايه؟ c'est un lieu à la campagne، انه مكان في الريف، او c'est un lieu où les animaux vivent، يعني انه مكان حيث يعيش الحيوانات، او c'est un des lieux de la ferme، انه واحد من اماكن المزرعة. votre ami vous demande ce que vous savez faire، يعني صديقك بيسألك ما الذي أنت تعرف أن تعمله، أنت بتعرف تعمل إيه. طيب خلينا نكمل، وصلنا للسؤال رقم على ما أعتقد وأظن هنقول السؤال الخامس. بقول votre ami vous demande ce que vous savez faire، يعني صديقك بيسألك ما الذي تعرف أن تفعله، فهو هيقول لك إيه؟ هيقول qu'est-ce que tu sais faire، ماذا تعرف أن تفعل، أو je sais skier et toi، اللي فاتح الماسنجر غير على حاجة تانية يقفله يا شباب، je sais skier et toi، يعني أنا أعرف أعمل تزحلق، رياضة التزحلق، وانت ممكن اقول quelle activité tu sais faire، ما الانشطه اللي انت بتعرف تعملها. السؤال اللي بعده vous demandez à votre copain ses habiletés، يعني انت بتطلب من رفيقك قدراته، habilité قدراته. il dit هو هيقول je sais peindre des paysages، يعني ايه؟ انا اعرف ان ارسم مناظر طبيعيه. طبعا باندر يعني يرسم بس بالالوان الزيتيه، او ممكن اجابه تانية je sais jouer du piano، انا اعرف العب بيانو، او je sais monter à cheval، يعني انا اعرف اركب حصان. السؤال اللي بعد un copain vous demande si vous savez monter à cheval، يعني لو انت بتعرف تركب حصان. vous dites، انت بتقول ايه؟ oui j'aime beaucoup monter à cheval، يعني ايوه، يعني صديقك بيسألك لو كنت بتعرف تركب حصان، فانت بتقول له ايوه j'aime beaucoup monter à cheval، يعني احب كثيرا الركوب على الحصان، او oui l'équitation c'est ma passion، يعني الفروسية هي شغفي، الفروسية اللي هي ركوب الحصان اللي هي اكيتاسيون، او ممكن تقول oui j'adore faire l'équitation، يعني انا اعشق ممارسة الفروسية، او لو انت بقى مش بتركب حصان تقول ايه no je ne sais pas، لا انا لا اعرف، mais لكن je vais essayer، يعني سوف احاول.